انا واحد مني ناس رحت على الريزيدنس 3 ايام وانا مكفر، وحنا نروحوا نمشيو منا 10 كيلو والبلديه هنا. السكان هادو اللي راهم قاعدين يعانيوا بمراره من هذا الاغلاق لهذا تاع هذا الفرع البلدي اللي كل عام يقول لك راهم رايحين يفتحوه. الناس راهي قاعده تكري طوموبيل ب 40 و 50 الف باش يروح يدير نقمه في حي بودرع صالح. حيت ان الانسان باش يروح يجيب نقمه ولا شهاده اقامه ولا حاجه راهو يمشي 7 ولا 8 كيلومتر، ويمكن يقعد 3 ايام ولا 4 ايام باش يدير هذا الوثائق هذا. من هذا المنبر نطالبوا من رئيس المجلس الشعبي البلدي اللي وعدنا وقال يفتح في الاسبوع الماضي وراه ما تفتحش. الفرع البلدي صالح باي، نحب نزيد نخبر المواطنين وباللي راهي التجهيزات تاعو راهي توفرت. اقرب وقت في الايام القليله القادمه راح يكون مفتوح.